السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتجيبي الحلة بتاعتك وتمليها مية وتسيبيها تغلي على النار، وتنزلي بصلاية متقطعة، 4 فصوص من الثوم، 4 ورقات لورا، 5 فصوص حبهان، ومكعب من مرقة الدجاج، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة مليانة من الملح، وتسيبيهم يغلوا 2 3 دقايق كده. وتنزلي بعد كده باللحمة بتاعتك علشان تتسلق، وتنزلي عليهم بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وكل ما يطلع ريم تشيليه فورا من على الوش. وبعدين تبدأي تهدي النار عليها، مش هتهديها قوي، هتخلي النار بتاعتك متوسطة، وتغطيها لمدة 40 دقيقة، نص ساعة او 40 دقيقة بالكتير. انا كده كده لسه هكمل سوى اللحمة مع الخضار. هرفع بقى كده اللحمة بعد 40 دقيقة من على النار، وانا كده سويتها بنسبة 80%. هجيب بقى حلة وحط فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وانزل عليها ببصلاية كبيرة مفرومة، ومعاهم 6 فصوص من الثوم مفرومين. وتعودي اول ما تشوحي البصلة تنزل عليها بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر علشان تدبل بسرعة من غير ما تتحرق منك وتشمي احلى روايح. هتجيبي نص كيلو من الطماطم وتفرميه في الكبة وتنزلي عليهم، وبعدين تنزلي عليهم برضو بمكعب من مرقة الدجاج، وتنزلي عليهم بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم. ياخدوا ويدوا مع بعض كده ويغلوا غلوة حلوة، تنزلي عليهم بقى بالشوربة بتاعتك. الطبيعي لأي واحدة بتشتغل بتبقى مفرزة الخضار او بتفرزي الخضار في الموسم اللي هو مش موجود فيه. فانا بقى طلعت كده ايه حبات من الخضار اللي عندي. كان عندي شوية كوسة شايلهم في الفريزر طلعتهم، على شوية فاصوليا برضو حلوين، على جبت بطاطسين كبار كده قطعتهم برضو معاهم مكعبات، على شوية جزر برضو متفرزين ونزلتهم. احلى تشكيلة خضار ممكن تتخيلها. لو عندك بسلة حطي معاهم برضو بسلة. انا حطيت الموجود عندي والمتوفر في الفريزر، فاصوليا، كوسة، بطاطس، جزر، وديتهم تقليبة، ونزلت بقى بايه باللحمة بتاعتي المسلوقة وحطيتهم، وديتهم بقى غلوتين كده على النار. طب انا ليه عملت كده؟ طب ما كنت حطيتهم ني في ني. انا لو عندي الخضار فريش كنت حطيته ني في ني على طول في الطاجن بتاعي، ولكن انا طبعا الخضار عندي متفرز لازم ياخد غلوتين على النار لما تحطيه في الطاجن بتاعك وتدخليه الفرن. حطيته بقى في الطاجن بتاعي، وجبت حته ليا ضني كده حلوه وقطعتها حتت صغيره مع رشه من الفلفل الاسمر، وظبطت الملح بتاعه، وهدخله الفرن بتاعتي على درجه حراره 200، هياخد معايا ساعه بالظبط. وبعدين هعمل بقى الرز الابيض بتاعي، خضار مشكل يبقى على طول رز ابيض. معلقة من السمنة البلدي نزلت عليها بنص كيلو من الرز الأبيض، اديته تشويحة حلوة، ونزلت بقى بباقي الشوربة اللي عندي، صفيتها كده علشان تاخدي أحلى رز أبيض ممكن تتخيليه. اظبطي بقى الملح بتاعه، وحطي فلفل الأسمر بتاعك، وسيبيه على نار هادية يستوي. وقلنا الشوربة حطيتها فوق مستوى الرز بعقلة صوبع بالظبط. طلع البرام بتاعي بعد ساعة بالظبط، عايزة أقولك أحلى طاجن خضار ممكن تاكليه، في كل الفوائد، مليان خضار كتير جدا، اللحمة دايبة دوب وعاملة زي الزبدة. بصي منظره يفتح النفس حرفيا. جربيه بطريقتي هتعجبك، وبألف صحة وعافية. قدميه بقى مع رز أبيض خطير بجد، هيعجب الولاد جدا جدا. وتغيير في الأكل، انت جمعتي كل الخضار وحطتيها، ويا سلام لو عندك بزلة هيبقى أحلى وأحلى. البزلة هتديله تطعيمة برضو خطيرة. قدميها بقى كده بشكل حلو علشان تفتح النفس، وما تنسيش اللايك والتعليق الحلو والاشتراك في القناة على اليوتيوب، ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. وبألف صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.